اليوم ثم الإمكانية للشعب المتفق باش توازن كلكم متواجدين في سلطة متوازنة، في سلطة تستطيع الحفاظ على من جهة على ما تحقق أهداف الثورة ومن جهة التواصل إلى الأمام. هذا المستقبل بيدكم أنتم خاصة الشباب. أنا أدعوكم أنكم راهو ثم ماكينة بعد الإخوة، ماكينة فيها المال، ماكينة فيها الإعلام اللي هو للأسف الشديد جزء منه ماهوش قايم دوره، وأنا أفصل بين الإعلام الشريف والنزيه الذي أحييه وبين الإعلام اللي قاعد يخدم خدمة أكاديمية مشعات ويسعى من التشكيل. إحنا شعار سمعته في القاهره قالوا لي جايينك بلا فلوس جايينك. إيه نعم، هذه هي القيم العربيه الاسلاميه التونسيه، انه تونس ما تشراش، انه رغم كل الصعوبات نعرف اللي حتى واحد فيكم موجود هنا لطمع في نفسه، وانما لطمع ان تكون تونس دوله ديمقراطيه، دوله حره، شعب حر. احنا معركتنا معركه القيم، معركه الاخلاق، معركه الحكم لهذا الوطن، مش معركه لا فلوس ولا مناصب. ثم انا قاعده تخدم باش تعاود ترجع النظام القديم، وتم توازن السلطات. انا ادعوكم انها الاله تفشوها، ظهروا لهم ان تونسي مش رخيص، تونسي ما تشراش، تونسي الكذب والتزييف ما تتعداش عليه، تونسي رجل وامراه ناضجين وقادرين ومستعدين باش يدافعوا على مستقبلهم. وانا اعدكم لا لا مرزوقي ولد الشعب، اعدكم لا لا مرزوقي ولد الشعب، اخو لا لا مرزوقي ولد الشعب، ما نكذبش عليكم، ما نكذبش نقول لكم غربة وتحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، راهي مسألة صعيبة. ما نكذبش عليكم، نقول لكم راهو غربة وكل شيء كله، لكن أهم حاجة نجم وعدكم بهم هو أنني سأدافع عن حرياتكم وعن شرفكم. لن أترك أحدا منكم أحدا منهم يمس أي حرية، حرية التنظم، حرية إذا توفرت الحرية كل شيء نجم يجي، إذا غابت الحرية انتهى كل شيء، لأنه بغياب الحرية يتمعرع الفساد، ما عندناش حق، ما عندناش إمكانية باش نحاربوه. في غياب الحرية ترجع الممارسات القديمة. في غياب الحرية لا يمكن أن أبني وطنا. ما أستطيع أن أضمنه لكم، وأنتم تعرفوني إن لم كنت طول حياتي رجل الحريات، أنني ناضل وسأواصل النضال من أجل هذه الحرية إلى آخر مرة. أعطوني ثقتكم وأنا سأضمن لكم هذه الحرية التي نبني عليها أساسا كل شيء. بعد ما تكون الحرية، بعد ما يكون الاستقرار السياسي، إن شاء الله الماكينة الاقتصادية والاجتماعية تتحرك، وإن شاء الله ننتهي من هذا الفقر المشين اللي هو عار على التوانسة. احنا اليوم عندنا طبقة وسطى قاعدة تفقر، مش قاعدة تستغنى، وعندنا طبقة فقيرة قاعدة تفقر يوما بعد يوم نتيجة السياسات الخاطئة والمجرمة الاقتصادية اللي عملوها. هذا قادرين مش مقصود، إذا كان ثم رئيس جمهورية ضامن الحريات وضامن توازن السلطات، أنا سأمنع أن الطبقة الفقيرة تزداد فقرها والطبقة المتوسطة يزداد لعبتها. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم وتحيا هذه المدينة المنظمة وتحيا تونس، والسلام عليكم ورحمة الله.